المواجهة الحاسمة بين بايدن وبن سلمان، هذا ما سيحدث في الخليج بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة. لقد حان وقت الاختبار. كانت هذه أولى كلمات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في خطاب تنصيبه يوم الأربعاء قبل أن يسرد الاختبارات التي تواجهها البلاد ويختتم بدور أمريكا في العالم. بعض أصعب الأسئلة في هذا الاختبار تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما أن أياد قديمة من إدارة أوباما تهيمن على فريق جو بايدن وربما تعود إلى المنطقة بتوجهات جديدة لإعادة النظر في القضايا القديمة. وعلى رأس الملفات الخارجية التي تنتظر الإدارة الجديدة موضوع إيران، فقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته القوى العالمية عام 2015 وفرضت سلسلة عقوبات مدمرة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وتعهد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الجديد خلال جلسة إقرار مجلس الشيوخ تعيينه في المنصب الجديد بأنه من المهم للغاية التواصل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بما في ذلك إسرائيل ودول الخليج. وقد استمرت تلك الجلسة أكثر من 4 ساعات وركزت غالبا على إيران. وشدد بلينكن على أن اتفاقية جديدة يمكن أن تتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى تطويرها للصواريخ الباليستية، وهما مصادر قلق إضافي للعديد من العواصم الغربية أيضا. ومع ذلك لن يرغب فريق بايدن في التخلي عن اتفاقية عام 2015 التي تعتبر قصة نجاح نادرة للدبلوماسية المتعددة الأطراف. كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد درست طلبا لتوفير الحصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الملاحقة القضائية، وهو ما أثار مزيدا من الجدل بشأن ملفات ولي العهد السعودي العالقة والشائكة وكيف ستتعامل معها إدارة جو بايدن، والذي قد تختلف مقاربته اختلافا بينا عن سلفه ترامب. ويعكس طلب السعودية قلق بن سلمان والإدارة السعودية من تعامل الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة بايدن مع عدة ملفات لا تزال عالقة لولي العهد السعودي، أهمها الحرب في اليمن وقضية مقتل خاشقجي وملف حقوق الإنسان في السعودية، وهو ما ينبئ بفترة مزعجة تلوح في الأفق بالنسبة للإدارة السعودية. وعن السياسات المحتملة للولايات المتحدة مع السعودية في الفترة المقبلة، فيقول الخبراء إن بايدن لديه آراء سلبية تجاه إدارة السعودية، ومن الممكن أن تنعكس هذه الآراء على السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط. ولدى بايدن موقف حاسم وصريح تجاه السعودية، فقد وصفها بأنها تخرج عن أعراف المجتمع الدولي بسبب ما تطبقه من سياسات وما تتبناه من معايير، إذ قال سابقا إنه سيكشف للعالم الوجه الحقيقي للإدارة السعودية حال أصبح رئيسا لأمريكا. ومن جهة أخرى، فإن بايدن يرى أن الإمارات ليست سيئة السمعة بقدر الإدارة السعودية، ويدرك بايدن وفريقه جيدا مدى الحاجة إلى مراجعة سياسة أمريكا الخارجية تجاه منطقة الخليج العربي، ولكن لم يتم إلى الآن تحديد إلى أي مدى ترغب الإدارة في التقدم في هذا الشأن. ودأبت طهران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاقية على التراجع ببطء عن التزاماتها فيما يتعلق بالقيود على برنامجها النووي، وقد أدى إعلانها الأخير عن استئناف تخصيب اليورانيوم إلى درجة 20%، وهو ما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق، إلى تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة وكذلك القوى الأوروبية.